الأمن والأمان والحرية والكرامة كلها حقوق أريدها لغيري، لكن هذه الحقوق لا تتم إلا عبر حق ألا وهو حق الاستقرار. عندما يكون الشاب يتمتع بهذا الحق، حق الاستقرار، يمكن له أن يتمتع بالأمن وبالأمان وبالحرية وبالكرامة. وعندما تتحقق هذه الحقوق يمكنه أن يتمتع أيضا بحق التعليم وحق التعبير وحق اللعب والنوم وإلى غير ذلك من الحقوق الضرورية والروتينية. إذن الحق الذي أراه أساسيا وأوليا من حق غيري أن ينعم بالاستقرار.